أجرت جامعة ألمانية دراسة حول الشطرنج وفوائده، وخلصت إلى أن الشطرنج يحسن المهارة الفكرية ويطورها باعتبارها أمورا مكتسبة وليست موهبة فطرية. وأكدت ذات الدراسة بأن ممارسة الأطفال للشطرنج في فترة مبكرة من حياتهم يعزز التفكير النقدي والتحليلي ومهارات التصور ويزيد من قدرات الأطفال المعرفية. من هذا المنطلق وبرعاية من وزارة الشباب والرياضة، أقام الاتحاد العام للشطرنج بطولة الجمهورية للفئات العمرية. لعبة الشطرنج هي لعبة الملوك كما يقال، لعبة النبلاء، ولكن الآن عامة الشعب يمارسها لأهميتها من حيث كما تفضلت سرعة البديهة، الصبر، التأني، التحمل، اتخاذ القرار. الشطرنج تعتبر من الرياضات الثقافية، وهي أيضا رياضة تنمي القدرات العقلية للاعبين وتساعد على التذكر، وأيضا هي رياضة تعطي الشخص يعني نقول نحن في علم الإدارة أخذ القرارات الصائبة في الأوقات الضيقة أيضا. البطولة التي تقام بالنظام التراكمي من 9 جولات ستستمر حتى 17 من الشهر الجاري، وتأتي إقامتها تمهيدا لاختيار أبطال الجمهورية للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها الإمارات في يناير مطلع العام القادم. تأتي هذه البطولة وإقامتها بعد موسم 2013 الذي كان متوقف فيه، ولهذا السبب حرصنا أن تكون هذه البطولة في هذا العام لكي نستعد جيدا للبطولة العربية التي ستقام في أبو ظبي في تاريخ 2/1/2015، ولهذا كان موعد البطولة قبل هذا الموعد ب20 يوم حتى يتسنى لنا الأبطال ندخلهم في معسكر داخلي مع مدربين مؤهلين لكي إن شاء الله نحقق بطولة العربية لهذا العام. الأثر المترتب عن ممارسة اللعبة بدأ واضحا من خلال تصريحات المشاركين، فظهرت الثقة بالرغم من حداثة السن. طموحي أن أجيب المركز الأول وإن شاء الله أطلع الإمارات وأحقق المركز الأول في على العرب. أنا أطمح لكي أجعل اليمن تأخذ كأس العالم. وستشارك بلادنا في البطولة العربية بأبو ظبي ب9 لاعبين يمثلون أبطال الجمهورية في كل فئة، بالإضافة إلى مدربين سيكون تواجدهم بحسب مسؤولي الاتحاد ضرورة بهدف تبصير اللاعبين بأخطائهم للاستفادة منها في قادم المنافسات. تامر عبد الوهاب، اليمن اليوم.